we are seeing a rise of this radical element, very much provoked and perhaps engineered. I believe the word is takfiri in Arabic, but what is the answer to prevent the complete extremism that we are witnessing amongst angry Muslims? These are not angry Muslims. These are Dajjal's warriors. Dajjal the Antichrist, the false Messiah. He's also a man like the Piper of Hamelin. He plays a pipe. And he gets these people to dance to his tunes. And when he played his pipe in Libya, they danced to his tunes. And now he's playing his pipe in Syria, and they're dancing to his tunes in Syria. They are people who have eyes and yet cannot see. They are just like cattle or Western cattle. And it is to the credit of the false Messiah that he's able to recruit these people and use them to fight his wars for him. And they would like us to believe that they're waging a jihad. I say that's not a jihad. It looks more like a Yankee jihad to me. It looks more like a Zionist jihad to me. It's a phony jihad, and I reject it. A human chain trying to drag him to safety under fire. They still don't know if he's alive or dead. تفضل. اسألوا الإيبائي. اسألوا إيبائي، اسألوا جدي، اسألوا نسبي. اسألوا الشموخ، اسألوا للواحد الأحد. اسألوا ما شئتم، بعنا البعث ديني وربي بشار الأسد. بعنا البعث ديني وربي بشار الأسد. يعني أنت الواحد بيحب وحدة كتير كتير بإذن الله لك، أنا بعبدي. أتحداك وأتحدى اللي قلقك يثبت أن الأمن في سوريا هو اللي قطعه زايد هذا هو الشرير تعتقد حضرتك وبعدين مين اللي بده يحشرنا نحن بالزاوية هذا اللي بيحشرنا بالزاوية بنحشر الله اللي خلفه كلياته على بعض استغفر الله العلي العظيم ما فينا أستاذ عماد ما حدا بيحط سوريا بزاوية ما حدا بيحطها بزاوية عنا بشار الاسد قبل الله بنعبد وانا بقول لك اياها هيك يغتصبون الحرائر أمام أزواجهم وأمام آبائهم وإخوانهم لا يعترفون بدين ولا علاقة لهم بالإنسانية إنهم بعثوا سوريا الذين انسلخوا من الإنسانية أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل
وأدوم في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمل مخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل وطفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل والله فوق المعتدين فوق الأسنة والسلاسل وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل احنا ايش دخلنا سوريا؟ من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، لان احنا مسلمين الحمد لله، لان احنا عندنا ايمان بالله جل وعلا، لان احنا نعرف ان قراننا واحد وربنا واحد وشريعتنا واحده، ما تفرقنا حدود ولا سدود ولا جنسيات ولا استعمار فصل بيننا. هذا كله سوف يرمى ان شاء الله في ويجعل في زبالات التاريخ. سترجع الامه امه واحده بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. معنى سوريا؟ سوريا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلها وذكر، يمكن بعضكم ما سمع بهذا الحديث، في آخر الزمان يكون جند بالعراق وجند بالشام وجند باليمن، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم مع أي جند أكون؟ قال عليك بالشام، عليك بالشام، فالملائكة باسطة أجنحتها. كل هذا بركة لهذه الأرض، إنها الشام التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها: إن الإيمان إذا كثرت الفتن بالشام، إن الإيمان إذا كثرت الفتن بالشام. الشام اللي كنا نراها منطقة وبلاد عادية حالها كحال كل بلاد المسلمين، بلاد عادية، اليوم شوف الثورة التي فيها، يربيهم الله عز وجل لأمر آخر. شوف كل شعاراتهم: مالنا غيرك يا الله، مالنا غيرك. كل ساسة العالم تنكبت لهم وأعطتهم ظهرها، فعلموا أنه لا ناصر لهم إلا الله عز وجل. شعارهم: حسبنا الله ونعم الوكيل، وسينقلبون بخير يعطيهم الله عز وجل إياه. الله عز وجل يريد خيرا لهذه الأمة. والله على ما نقول شهيد، والله على ما نقول شهيد. جرى العربي المراقبين سوريا أمريكا أوباما ساركوزي الكل يسمع، والنصر نور، والنصر نور، سلمان النصر نور. لا إله إلا الله، ولا إله إلا بشر الأحباب، لا إله إلا الله،
الإخوة المسلمون، أختنا تستغيث ولا مغيث، أعراض تنتهك، أطفال يتامى، شباب حيارى، نساء سكالى، يجأرون إلى الله ويشكون إليه ظلم الطواغيت. مات عهد الرجال، مات عهد الرجال، جاء عهد الحريم. زلزلي يا جبال، اخنقي يا غيوم، ازحفي يا رمال، اغرق الصامتين، دمري يا رياح، ارجمي يا نجوم. فات عهد النواح واجترار الهموم، فانطلق يا سلاح واسحق الصامتين، فانطلق يا سلاح واسحق الصامتين. لبيك يا الله، لبيك 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 يا الله. ويا خالد يا بن الوليد، الخلافة نحن نريد، أكاد الإسلام نعيد والشهادة مطلوبة. لبيك 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 يا الله. ماذا يفعلون الآن في سوريا؟ ألم يقولوا في الجمعة الماضية صوتكم يقتلنا؟ ألم يقولوا في الجمعة الماضية صمتكم يقتلنا؟ ما بال رئيس الجمهورية في الجزائر لا يتحرك، لا يتحرك؟ ما بال السلطات لا تتحرك وتقول لهذا البصار الفاسد الفاسر كف يدك عن إخواننا؟ أليسوا إخواننا هؤلاء؟ هذه الدبابات التي تصول وتجول، لم نراها تصول وتجول على إسرائيل يا إخوة الإسلام. أولا هي معركة بقاء، بقاء لهذه الأمة، إما أن نكون أو لا نكون، وبإذن الله سنكون أمة باقية. اثنين، ما بعد سوريا، وأذكركم بكلمات هذه، سيتغير أمر كثير في هذه الأمة. ما بعد انتصار سوريا وبعد قيام الأمة مرة أخرى في سوريا وعودة الأمة للنصر في سوريا، سيتغير أمر كثير، خاصة في المنطقة عندنا سيتغير ميزان القوى، وأمم بإذن الله عز وجل شرها سينكسر، ومشروع ضخم يريد لهذه الأمة شرا سيزول بإذن الله عز وجل. عشان كذا لما يقولون للناس اشمعنا سوريا، ما يفهمون أن سوريا ستغير تاريخ الأمة بإذن الله جل وعلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان، اللهم انصرهم على من ظلمهم ومن خذلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في سوريا على من طغى وبغى عليهم، اللهم عجل لهم بالنصر والفرج. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم وارحم ثكلاهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين.